السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا درس مع حبيبة، وهنكمل مع بعض ليسون نمبر 8 وليسون نمبر 9. بيقول لك أول حاجة solving. solving يعني بنحل حاجة، صح؟ quadratic equations، quadratic equations in one variable algebraical، يعني جاي من كلمة algebraical. يعني ايه الكلام ده؟ نفسر الكلام ده ان احنا عندنا ان هيكون في عندنا لما الايكويجن هي في دايما في الايكوال كده، صح؟ كده واخدنا قبل كده من جريد 5 دي الايكويجن، يعني في طرف ناحية الليفت وطرف ناحية الرايت، وبنقدر نجيب الفاريبل الحاجه اللي ناقصه بالظبط بسرعه. طب هنا بقى هنشتغل ازاي في الموضوع ده، وايه هو one variable؟ يعني لما يكون الفاريبل ده ممكن بنرمز له x او بنرمز له y. طيب والديجري بتاع الفاريبل اللي هو مثلا لما نيجي احنا النهارده هنشتغل على دي الايكويشن من السكند ديجري وال1 ديجري، هنشوف مع بعض. احنا كنا الاول كنا بنقول 5x بلس 2 ايكوال 7، تمام؟ يبقى في الحاله دي احنا بنقدر نجيب الاكس ان احنا نفصل ال 5x لوحدها وال 2 دي تروح هناك بالماينس، وكنا بنقدر نجيب الايه؟ الاكس. طيب بيقول لك بقى هنا ريمبر ذات الايكويشن، ف هنتكلم الفاريبل اللي هو حاجة متغيرة، تمام؟ in one variable. one variable يعني مثلا لما يكون ايه متغير واحد زي الاكس، يعني مفيش حاجتين، مش هناخد مثلا الاكس والواي دي هناخدها في بريب 3 السنة الجاية ان شاء الله. هنا بيقول لك the equations is mathematical sentence consist of ايه one variable. ده في الماثيماتيكال بتتكون من ايه؟ من one variable or more and included equally relation، يبقى في علاقة ايه؟ relation زي كده. فلما نقول هنا مثلا ان ال 5x plus 2 equal 7 دي اسمها equation، equation يعني فين علامة الايه؟ ال equal، الساين بتاع ال equal موجودة. فهنقول دي عبارة عن equation من ال first degree بس في one variable اللي هو الايه؟ ال x. يبقى في الفيرست ايه ديجري الفاريبل اللي هو ايه الاكس. طيب فيرست ديجري يعني الاكس هنا باور ايه؟ الاكسبوننت بتاعتها او الباور بكام؟ ب1 بس. ودي الانون اللي هو غير معروف، الرقم اللي هو الحاجه اللي هي مجهوله اللي هي الاكس، مش عارفينها عايزين نجيبها. يبقى دي اسمها ايه؟ ايكويشن. اسمها ايه؟ ايكويشن يعني معادله. من اوف ذا فيرست ديجري يعني من الدرجه الاولى. of the first degree يعني ايه؟ يعني من الدرجة الأولى اللي هي الإكس هنا بكام؟ باور 1. المتغير بتاعنا أو الفاريبل اللي هو ايه؟ دوت في 1 فاريبل اللي هو الإكس، يعني مفيش إكس وواي زي كده. خلاص مفهومة؟ التانية دي بقى لما نقول إكس باور 2 ماينس 5 إكس ماينس 6 إيكوال 0، يبقى دول كلهم كام؟ مع بعض كده؟ 0. لما نيجي نعوض نعمل substitution للاكس هتلاقينا في الاخر الناتج بتاعنا يدينا ايه؟ زيرو. دي بنسميها equation برضو لان فيها علامة الساين بتاعتي ايه هنا؟ موجودة. واضح جدا. ادي الساين اللي هو دي. كده ايه equation. كده ايه equation. كده ايه equation. طالما في علامة الايكواليتي دي يبقى هنا ايه؟ equation. بس هنا بقى لما نلاقي ان الباور 2 كده بنقول عليها انها من السكند ديجري، يبقى لما نلاقي ان الباور 2 يبقى من السكند ديجري. وبعد كده طبعا لو الاكس باور 3 تبقى ثيرد ديجري، 4 فورث ديجري، 5 فيفث ديجري. فاهمه؟ ده ان وان فاريبل اكس، وهي دي اللي احنا هنركز عليها في الليسون دوت والليسون اللي جاي ان شاء الله. اللي بعد كده بيقول لك لما يكون عندي 2 اكس بلس 3y كلهم مع بعض 7 دي برضو equation بس من الفيرست ديجري، في
في بقى اولاد وبنات يتلخبطوا في الحته دي، يا مستر الفيرست ديجري ايه ده عندنا اكس وواي؟ لا، الاكس والواي دي تو فاريبل، مش معناها الديجري هنا اسمها ايه؟ تو ايه؟ فاريبل. تو فاريبل اللي هما ايه؟ الاكس والايه؟ والواي. مش معناها ديجري. الديجري هل في حاجه هنا باور 2؟ هل الاكس هنا باور 2؟ هل الواي هنا باور 2؟ يبقى اذا دي من الفيرست ديجري بس تو فاريبل. يبقى هنا اولانيه 1 فاريبل صح؟ فيرست ديجري. الثانيه 1 فاريبل هي الاكس متكرره مرتين 1 فاريبل، فبناخد اعلى باور. اعلى باور هنا ايه؟ ال 2. فعشان كده هنقول اكس باور ايه؟ 2. دي معناها ان السكند ديجري في اكتر من فاريبل؟ لا، هو كلهم اكس، يبقى هو فاريبل واحد صح. ده الجزء ده باختصار شديد جدا. نيجي بعد كده بقى في حاجه اسمها الفاكت. الفاكت اللي هي الحقيقه او الشغل اللي احنا هنشتغل عليه بقى. بيقول لك لو عندك الاي، لو عندنا الاي رقم والبي رقم تاني، هما عبارة عن تو ريل نمبر. ريل نمبر اللي انت عارف الأعداد الحقيقية صح؟ خدناها في ايه؟ في الفيرست تيرم، اللي هي أشمل من الايه؟ اللي هي راشونال نمبر وأعلى من كل ايه، شاملة كل حاجة صح؟ يبقى لو قلنا إن الـ A والـ B دي عبارة عن تو ريل نمبر، وعندك الـ A باي B لما نعمل لهم باي يديني زيرو، طب يبقى عندنا احتمال. الاحتمال الاول ان لما يكون الاي باي بي بزيرو، الاحتمال الاول ان هنلاقي ان الاي دي ممكن تكون هي بزيرو والثانيه هتكون زيرو. طب هل ينفع يكون تو نمبر ما فيهمش الزيرو يديني زيرو؟ يعني ينفع نقول 1 باي 1 كده يديني زيرو؟ جرب اي رقم في العالم، جرب اي رقم في العالم، هل هيديني زيرو؟ طبعا في 2 زيرو هنا بس دي 100. يبقى اي 2 نمبر في العالم ما يكونش فيهم الزيرو مستحيل هيجيني زيرو صح؟ ولذلك هنقول ان في الحاله دي لما يكون الاي بايز بي بزيرو معناها دي كوشنت او الناتج بتاعنا. ده في الحاله دي هنقول ان الاي ممكن تكون بزيرو او البي هي اللي بزيرو. هي ده موضوع الدرس باختصار. فلما يجي لي على سبيل المثال مثلا عندك الاكس باي اكس ماينس 3 بزيرو، معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان لو قلنا زن ايزر، ايزر يعني ايه؟ اما يكون الاكس بزيرو او الاكس ماينس 3 بزيرو. ايزر يعني ايه؟ اما يكون ده او ده، يا اما ده يا اما ده. يبقى في الحاله دي لما نقول الاكس باي اكس ماينس 3 بزيرو، يبقى معناها ان الاكس دي اللي هي دي كده اهي ممكن تكون دي بايه؟ بزيرو. وفي الحاله دي واضحه ما فيهاش اي مشكله. اول الاكس ماينس 3 دي بايه؟ بزيرو. طب لو الاكس بقى ماينس 3 دي بزيرو ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الاكس بكام؟ ب 3. حصل ايه؟ ان هنا بالنيجاتيف طارت وراحت هناك بالبوزيتيف صح؟ فهتبقى في الحاله دي اكس بكام؟ ب 3. ب 3 قصدي، اه يبقى اما تكون بزيرو، فهمناها ازاي؟ يا اما تكون ب 3 لان الاكس ماينس 3 بزيرو، يبقى يا اما دي بزيرو، ايزر دي بزيرو او الاكس ماينس 3 بزيرو. لو الاكس بزيرو خلاص منتهيه ما فيهاش كلام. لو الاكس بقى ماينس 3 بزيرو يبقى الاكس بكام؟ ب 3. طيب هنا مثلا مثال تاني، لما يقول لك ان الاكس بلس 2 باي 3 اكس ماينس 5 بزيرو، يبقى الاولانيه دي هتكون بزيرو صح؟ اللي هي الاكس بلس 2 هتكون بزيرو، وفي الحاله دي ان ال 2 دي هتروح هناك بالايه؟ بالنيجاتيف. او ان الثانيه دي 3 اكس ماينس 5 بزيرو، وفي الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ال 3 اكس اكنها جايبها لك كده عشان هو اختصرها لي، يعني اكن ال 3 اكس بكام؟ ب 5. يعني في الحاله دي كده
هتلاقي ان ال 3x بكام؟ دي النجت 5 هتروح هناك هتبقى بكام؟ 5 ب 5. طب الاكس بكام؟ هنا دي باي 3 هنا باي في الاكس هتيجي هنا تنزل كده تيجي تحت الايه 5 يبقى الاكس بكام؟ 5 اوفر كام؟ 3 اللي هي دي. مفهومه ولا مش مفهومه؟ مفهومه. صعبه؟ طيب ناخد بعد كده خلاص فهمنا الحته اللي فاتت دي. هنيجي بعد كده ل ازاي نتعامل بقى مع الامثله على طول عشان ايه ما نضيعش وقت. مديني مثال زي ده بيقول لي عندي الاكس باور 2 ماينس 5x ماينس 6 ايكوال 0. احنا ساعات فاكره هو الموضوع ده هيقودنا في الاخر للفاكتورايزيشن اللي هو كان مزعلك بس انت خلاص فهمتيه دلوقتي. إيه كنا دايما بنجيب الحته دي كده وبنقول اعمل لها فاكتورايزيشن صح؟ لوحدها لما يقول لك اعمل فاكتورايز دي هو بيجي لك السؤال في الامتحان يقول لك فايند ان ريل ار يعني ذا سوليوشن سيت. سوليوشن سيت مجموعه الحل اللي هي البدائل. السوليوشن سيت مجموعه الحل اوف ايتش اوف ذا فولوينج ايكويجن. اه مديك ايكويجن وعايز الايه السوليوشن سيت. هو ده كل المسائل بتاعتي. طب ازاي؟ ناخد واحده كده الاكس باور 2 ماينس 5x ماينس 6. نركز مع بعض اهي هي نفس المساله متكرره تحت عشان نحلها بقى في الحل. ما تيجي تعمل لي فاكتورايزيشن لدي مش هتديك اكس ماينس 6 واكس بلس 1؟ اذكرك بيها احنا لما كنا بنيجي نعمل فاكتورايزيشن دول عايزين رقمين. دي فرصه عشان كمان تراجع الفاكتورايزيشن معايا. عايزين رقمين حاصل الضرب بتاعهم او البرودكت بتاعتهم يديني نيجاتيف 6 ومجموع مديني نيجاتيف ايه 5x صح؟ كنا هنشخبط هنا كده ونرجع نمسح. كنا بنقول مثلا كده x و x صح؟ كنا بنعمل كده وهنا طبعا لما كنا بنلاقي نيجاتيف هنا ماينس هنا كده كنا بنقول لازم يكون في تو ديفرنت يبقى الاشارات مختلفه في الاثنين. طالما هنا نيجاتيف يبقى الاشارتين يكونوا مختلفين يعني في واحده بلس واحده ايه نيجاتيف واحده بلس واحده ماينس. طب في الحاله دي غالبا هيكون الماينس هو الكبير لان هنا ايه ماينس خلاص. فكنا بنقول ايه هي التو والثري. لو قلنا التو والثري مش هتنفع يعني لو قلنا كده التو والثري مثلا خلينا دي نيجاتيف او دي نيجاتيف الفرق بينهم هيبقى 1 مش هيبقى 5 صح؟ يعني مجموعهم مش هيبقى 5 مفيش حاجه تديني 5 في دول يعني لازم بقى في الحاله دي عشان نيجاتيف يبقى تخلي دي نيجاتيف. دي تذكره للدروس اللي فاتت فهتبقى دي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف عشان يديني نيجاتيف 6 البرودكت بتاعتهم يديني نيجاتيف 6. فقلنا هنا نيجاتيف 2 وهنا هتبقى بلس 3 هيديني اكس بس. هل هي دي؟ لا. فقلنا نجرب حاجه ثانيه. نجرب ايه ثاني يا مستر؟ هقول لك نجرب عندنا ايه؟ عندنا ال1 وال6. ال1 والايه؟ وال6. فدي هتبقى كده اكن دي اكس ودي اكس كده. هنجرب ال6 وهنجرب ال1 بس قلنا لازم واحده فيهم بوزيتيف وواحده نيجاتيف عشان يديني البرودكت نيجاتيف 6. عايزين هنختار حاجه بس حس المجموع بتاعهم بيه نيجاتيف 5. فطالما هنا نيجاتيف في الحته دي يبقى نخلي نيجاتيف هنا عند ال 6 ان هي الكبيره صح؟ لما نيجي نعملهم بقى تبقى ايه؟ هتبقى اول حاجه هتبقى اكس ماينس 6 اللي هي دي او هتبقى اكس بلس ال1 اللي هي دي. لما عملنا فاكتورايزيشن للرقم للايكويجن دي للاكس باور 2 للطرف اللي في الليفت دي يعني كله اكس باور 2 ماينس 5 اكس ماينس 6 ادتني دي.
عملنا لها فاكتورايزيشن، والفاكتورايزيشن ده ايكوال كام؟ زيرو، صح ولا غلط؟ طب نشيل دي بقى كده خلاص عشان نوضح المساله. في الحاله ديت هيكون يا اما الاكس ماينس 6 بزيرو، اذا الاكس ماينس 6 بزيرو، في الحاله دي الاكس بكام؟ هتطلع ب 6. ليه؟ لان النيجاتيف دي هتروح هناك بالبوزيتيف، هتبقى الاكس بكام؟ ب 6. او اور يعني اذا يا اما ديت بنيجاتيف اكس ماينس 6 بزيرو فالاكس تيكوال 6، او ان احنا هنقول الاكس بلس ال1 هتديني كام؟ برضو زيرو. طب في الحاله دي الاكس هتبقى بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت مجموعه الحل، نعمل كده نفتح البراكت دي بالشكل ده كده، نعملها كده ونكتب مجموعه الحل. اول حاجه ادتني كام الاكس؟ 6، بنكتب كده 6. بعد كده مجموعه الحل ايه تاني؟ نيجاتيف 1، يبقى نكتب نيجاتيف 1. صعب؟ سهل. طيب ناخد واحده تانيه. التانية اللي هناخدها وليكن دي مثلا، هي طبعا هنا متكرر الأسئلة تحت فأكننا إيه بنحل على طول. 2x باور 2، أهي 2x باور 2 بلس 7x بلس إيه 1 اللي هي دي. بيقول لك سينس، يعني دي كده علامة بما أن، سينس يعني بما أن، ودي زن أو زير فور معناها إذا، بما أن كذا إذا كذا. تمام؟ بما أن كذا اذا كذا، يعني اكننا بنقول مثلا بما ان حبيبي هتمشي من الطريق ده هتوصل بصالح، اذا هتوصل بصالح. فدي هنا بقى في الماس بنقول سينس وزير فور، او سينس وزن عند اذن. يعني نيجي هنا بقى ديت، دي نتعامل معاها ازاي؟ احنا نقدر ناخد هنا في حاجه اسمها الهايست كومون فاكتور، دي الاتش سي اف لما تلاقيها كده معناها الهايت كومن ايه؟ فاكتور. في اعلى حاجه مشتركه ما بينهم هما الاثنين هنلاقيها ان هي ايه؟ هل الاكس بس صح؟ فهنلاقي ان الاكس دي كده خدناها هيتبقى جوه ايه؟ دي لما نعمل لها ديفايد للاكس هتديني 2x. نيجي هنا بقى نكمل، بيقول لك الهايست كومن فاكتور. تمام؟ اذا الاكس بزيرو يبقى الاكس هنا بكام؟ بزيرو اللي هي دي. صح؟ وخلاص دي من تانية مش محتاجين نعمل عليها حاجة تاني، بقى الإكس بكام هنا؟ بزيرو. أو إن الـ 2x بلس 7 بكام؟ بزيرو. لما يكون الـ 2x بلس 7 بزيرو اللي هيحصل إيه؟ إن الـ 2x دي هتبقى في ناحية وهنودي الـ 7 هناك بالإيه؟ بالماينس، هتبقى 2x إيكوال كام؟ نيجاتيف 7. طيب في الحالة دي هتبقى الاكس بكام؟ هنعمل نيجاتيف 7 اوفر كام؟ ال 2 اهي. يبقى عندنا دلوقتي نتيجتين بالنسبة للايه؟ بالنسبة للناتج بتاعنا، يا اما الاكس هتبقى بزيرو يا اما الاكس هتكون بكام؟ بنيجاتيف 7 اوفر 2، ودي هتبقى الايه؟ السوليوشن ست بتاعتنا اللي هتبقى كده. واضحة؟ نخش في السؤال تاني، مديني حاجة زي كده عشان نبقى خدنا جميع الأنواع من الأسئلة. عندنا هنا الـ x باور 2 ماينس 6x، برضه نقدر ناخد إيه؟ حاجة مشتركة ونقدر نفكر بطريقة تانية. مش ملاحظة إن دولت لو وديت الـ 9 هناك، إحنا عايزين كلهم يبقوا في طرف والزيرو في طرف تاني. طب عشان دول يبقوا في طرف والزيرو في طرف تاني ايه اللي هيحصل؟ دي هنا بالنيجاتيف هتروح هناك بالايه؟ بالبوزيتيف، وهتسيب مكانها زيرو، هتسيب مكانها ايه؟ زيرو، انها اتشالت من مكانها، فبقى مكانها مفيش حاجه فبقت زيرو. معناها ان الاكس باور 2 ماينس 6x اللي هي ايكوال نيجاتيف 9 هي نفسها الاكس باور 2 ماينس 6x بلس ال 9 كل دوت ايه؟ ايكوال زيرو. مش ملاحظة حاجة إن إحنا دول كده نقدر نعملهم بيرفكت سكوير تراينوميال؟ مش دول كده بيرفكت سكوير تراينوميال؟ يعني إيه الكلام ده؟
يعني انا عندي اول حاجه ديت دي مش بيرفكت سكوير ودي كده بيرفكت سكوير صح. احنا لما نيجي نقول 2 تايمز الاولاني تايمز للتاني اللي هو السرد الاولاني تايمز السرد التاني مش كنا بنقول 2 باي اكس باي 3 اللي هي تديني 6 اكس يبقى هي كده ايه تراينوميال يعني هي نفسها في اصلها هتكون ايه هتكون اكس ماينس 3 باور 2 لما نيجي نفكها تديني دي كده صح. طب معناها ايه ان احنا حولناها بيرفكت سكوير تراينوميال للشكل ده كده عملنا لها ايه كده فاكتورايزيشن بقت كده باي صح. هي كل الفاكتورايزيشن بدل ما هو كده ماينس وبلس بنحوله يبقى باي كده بالشكل ده يعني اكن دي الاكس ماينس 3 مضروبه في نفسها مرتين باور 2 صح. طيب دي كلها ايكوال 0 يبقى في الحاله دي الاكس ماينس 3 بكام؟ ب 0 مفيش بديل تاني هتقول لي بس 2 ما خلاص الباور 2 دي خلاص هي نفسها للاكس ماينس 3 يبقى في الحاله دي الاكس ماينس 3 بكام؟ ب 0 صح؟ يبقى الاكس ماينس 3 لما يكون ب 0 ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف 3 دي او بالماينس هنا هتروح هناك بالبوزيتيف هيبقى الاكس بكام؟ ب 3 والسوليوشن سيت 3 واضحه؟ ناخد كمان واحده هي في حته صغيره مش واضحه فيها. اه هو ليه هنا حطها ماينس ايه هو كان ممكن يحطها بوزيتيف سبين فين هنا هنا ما تجيش ليه لان هنا خلي بالك ركزي معايا دي قلناها كذا مره بس الركعه هي تاني ليه ما حطهاش هي دي هنا ايه نيجاتيف 6 يبقى لازم تتحط كامل لو بالبوزيتيف هنا اعمليها بوزيتيف حسب اللي بالنص اه حسب دي حسب الميدل تيرم حسب الايه الميدل تيرم الميدل تيرم هنا ايه نيجاتيف الميدل تيرم هنا بايه نيجاتيف بالنيجاتيف صح يبقى نيجي هنا كده هي دي الاساس لو بالبوزيتيف يبقى هنا اكس بلس 3 باور تمام تعال نطبقها كده اشرحها لك بره بالورقه والقلم هقول لك على حاجه دلوقتي هناخد حاجه جديده هنا مثلا مثال زي ده نلاحظ ايه من المثال ده حبيبي نلاحظ ايه من المثال ده لما يقول لي نغير الالوان بس عشان ما نتعبش ونعرف انها فاصل ما بين المسائل لما نقول x بلس 2 باور 2 ايكوال 25 احنا لو خدنا ال 25 اول حاجه وديناها هناك نقدر دي طريقه حل وطريقه الحل دي هو عملها لك ايه another solution يعني بقول لك المساله ممكن تحلها باكتر من طريقه طيب لا احنا مش هنعمل كده احنا هنفك دي باور 2 هتبقى ايه زي اللي لسه شرحناها دلوقتي هتبقى اكس باور 2 بلس 4 اكس ماينس 2 دي كده مع بعض كده الاثنين دول مع بعض يبقى ايه جوه اكس باور 2 بلس 4 تمام وال25 هتبقى ماينس ايه هنا هتبقى ايه بلس 4 هنا لحظه هي دي كده سوري المفروض تاخد الخطوه دي قبل دي هي دي نفسها هتبقى كده الاكس باور 2 بلس 4 اكس بلس 4 لما نفكها تبقى كده صح لسه شرحنا ايكوال 25 ال25 هتروح هناك بالايه بالنيجاتيف فهتبقى اكس باور 2 بلس 4 اكس ماينس 21 ايكوال ايه 0 ثابت مكانها فاضي انا بقت 0 اللي هو ده اختصرها ايوه خلاص وداها هناك الناحيه الثانيه عشان الناحيه دي زيرو يبقى لما نيجي نعمل لها بقى فاكتورايزيشن نلاحظ كده مع بعض نيجي نعمل لها فاكتورايزيشن فهتبقى ايه هتبقى نعمل لها فاكتورايزيشن عادي هتبقى الاكس بلس 7 واكس ماينس 3 ايكوال 0 جبناها زي مستر ما قلناها من شويه احنا لو جينا كده قلنا اكس نرجع تاني نقول اكس معناه ايه عندنا رقمين البرودكت بتاعتهم نيجاتيف 21 ومجموعهم 4 مش هنلاقي عندنا غير ال 7 لو جربتي حاجه تانية انت عادي برضو بس انت مش هتلاقي اصلا 21 وال 1 مش شايف ال 0 وال 3
بس هنا في ايه؟ هنا في ايه؟ بالنيجاتيف. يبقى هنا ايه الاكتر؟ هنا في النيجاتيف. بص هنا، هنا بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ احنا قلنا واحده بوزيتيف، طالما هنا بالنيجاتيف قلنا لازم واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. طالما هنا دي كده بالنيجاتيف يبقى لازم واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. البوزيتيف ولا النيجاتيف اللي هيكون الاكبر حسب دي بقى. هنا واضح ان البوزيتيف، يبقى البوزيتيف هنا ايه الاكتر؟ يبقى بلس، دي هتبقى بوزيتيف ودي هتبقى ايه؟ نيجاتيف. ليه اخترت السيفن هي اللي بوزيتيف؟ لان الفرق هنا ايه؟ بالبوزيتيف. المجموع هنا بالبوزيتيف، مجموع الاثنين دول يديني بوزيتيف. لان ال 7 ماينس 3 او بوزيتيف 7 بلس نيجاتيف 3 هيديني ايه؟ هيديني 4. صح؟ ولذلك احنا عملنا فاكتورايزيشن خلاص بالشكل ده علشان نساويهم بالايه؟ بالزيرو، لان احنا ما كناش عارفين نتعامل معاها قبل كده. طب هنا بقى في الحاله دي يا اما يكون الاكس بلس 7 بزيرو اللي هي دي، او ان الاكس ماينس 3 بزيرو. طب لو الاكس بلس 7 بزيرو هيبقى الاكس بكام؟ نيجاتيف 7. طب ولو الاكس ماينس 3 هي اللي بالزيرو؟ 3. واضحه؟ طريقة حل تانية ومن ذلك عشان بس ما اشوهرش عليكي، تقدري تقريها كده مع نفسك. هنا هو ده 25 هناك، 25 دي عبارة عن ايه؟ هتبقى اكنها 5 باور 2. ما 25 دي اكنها 5 ايه؟ باور 2 اهي اللي هي دي. صح؟ بس هو ما كتبلكيش يعني انها 5 باور 2. بس واضح ان دي سكوير ودي سكوير. يبقى مرة نعمل بلس ومرة نعمل ايه؟ ماينس. البلس يبقى اكس بلس 2 ماينس 5 مرة، و x بلس 2 بوزيتيف او بلس 5 مرة ايكوال 0. صح؟ يعني دي برضه هتصفصف في الاخر على x ماينس ايه؟ 3، ودي هتصفصف على ايه؟ x بلس 7 هي اللي فوق. يبقى في طريقة تانية للحل ايه؟ صح؟ وبرضه مديكي طريقة تالتة. المهم ان احنا نبقى فاهمين كويس ازاي نتعامل مع الموضوع. دي بالنولج والاكسبيرينس، بالخبره بتاعت ايه؟ كتر حل المسائل. هنا بقى بيقول لي فاكتورايزيشن. فاكتورايزيشن برضو للايه؟ للار. فاكتورايزيشن ايه؟ للار. ان ذا سوليوشن سيت، هو عايز السوليوشن سيت بتاعت الار، هو عايز يوجد مجموعه الحل. سوليوشن سيت يعني مجموعه الحل. اس اس سوليوشن سيت اوف ايتش اوف ذا فولوينج. مديك واحده زي دي مثلا، بيقول لي هنا الاكس ماينس 3 باي اكس بلس 5 ايكوال كام؟ 20. 20. هو عمل ايه؟ ببساطه شديده جدا هو عايز هنا المساله اهي، فقال لك نفك دي، فعمل دي باي في دي مره ورجع عملها في دي مره، ورجع عمل دي باي في دي مره ودي مره، فبقت بالشكل ده كده اهي، بقت كده. راح مودي برضو التوينش هناك، فبقت اكس باور 2 اهي بلس 2 اكس اهي، دي راحت هناك بالايه؟ بالنيجاتيف بالماينس. ماينس 20 وماينس 15 تديني ماينس كام؟ 35. يبقى نيجاتيف 35 ايكوال كام؟ 0. يبقى يا اما هنا بقى لما تيجي بقى تعملي فاكتورايزيشن لدي هتطلع 5 في 0. خلاص بقى احنا عارفين نعمل فاكتورايزيشن ولا نعملها تاني؟ لا نعملها؟ معروفة خلاص. يبقى اكس واكس وكام؟ 7 و5. هنحط ال 7 هي اللي بالبوزيتيف لان هنا ب 2 بالبوزيتيف بالشبه، حتى تعرفي بقيتي عندك خبرة تعرفي تجيبيها ال 7 وال 5، بس ما تسرعيش وتتأكدي ان حلك مظبوط. فإذا بقى في الحالة دي هتبقى دي بزيرو أو دي بزيرو. طيب لو دي بزيرو هتبقى الاكس بكام؟ ب 5. طب ودي هي اللي بزيرو الاكس بلس 7 يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا. ماشي؟ ممكن يجيبها لك بالشكل ده، ما تقلقيش. احنا عندنا في كومون هنا ال 2 اكس، احنا عايزين نتخلص من الاكس ومن ال 2، فنعمل ملتبلاي للطرف ده مره في ال 2 اكس عشان نخلص من ال 2 والاكس دول، وهنعمل دي برضو باي في 2 اكس. اشمعنى؟ طب ليه ما عملناش هنا اكس؟ انت لو عملت هنا اكس بس هتطير الاكس دي، بس مش هتطير ال 2.
احنا عايزين الاثنين اللي تحت دول يطيروا عشان نعرف ان تبقى مساله عاديه سهله، تبقى ايكويشن عاديه. فهو عمل مالتي بلاي، عمل مالتي بلاي في 2 اكس الكومون اللي بينهم المشترك اللي هو 2 اكس خدناه، عملنا باي في الدينومينيتور هنا وهنا، جينا هنا قلنا هنا عايزين نتخلص من الاكس وعايزين نتخلص من التو، فهنا عملنا دي كلها باي في الايه؟ في التو اكس، ودي عملناها باي في ايه؟ في التو اكس. تعالى هنا بقى مالتبلاي التو سايدز باي ايه؟ باي تو اكس. انت عارفين التو اكس ده ايه؟ لقينا بقى ايه؟ ليست كومون، تمام؟ دي ليست كومون ميجور. نيجي هنا بقى ليست كومون مالتبلاي، يعني باختصار يعني ده اقل حاجه ممكن نضربها ببعض تجيب الناتج بحيث نتخلص من الايه؟ من البوث سايد دول اللي هم هنا اكس وهنا اكس. طيب هنا لما نعمل دي كلها باي في 2 اكس، تمام اهي، وهنعمل الطرف الثاني باي في 2 اكس، ايه اللي هيحصل؟ لما تعمل باي في 2 اكس خلي بالك يبقى لازم تعملي هنا ديت كده باي 2 اكس، هنا دي هتنزل هتبقى هنا 2 اكس باور 2. هو المفروض هنا في الحاله دي ما كانش عملها كده، انا اقول لك المفروض كان عملها ازاي، لو شاطره قولي لي. هو صح بس نسي حاجه، عارفه ايه؟ لان هو كده اكنه عمل ال 2 اكس باي في دي بس. اه لا والله عملها في الطرفين، قال لك هنا ايه؟ قال لك اكس مره باي 2 اكس، وهنا ايه؟ 2 اكس باي 2 اكس، الاكس 2 اوفر اكس باي 2 اكس، عملها هنا في الطرفين. كان ممكن يعملها ان يحط الرقمين دولت ويعمل كده من بره ايه؟ 2 اكس، ويرجع يعمل ديستريبيوت للاثنين. ما علينا، هو حلها على طول في خطوه واحده باعتبار ان احنا خلاص عندنا خبره. فهنا عمل ال 2 اكس باي الاكس دي مره هتديني ايه؟ ديت، ويرجع يعملها في دي مره ادتني ايه؟ ديت، ويرجع يعملها الناحيه الثانيه اللي هي ال 7 اوفر 2 ادتني ايه؟ ديت. واضحه؟ طيب هنا في الحاله دي بقى الاكس باي 2 اكس هتديني ايه؟ 2 اكس باور 2، صح؟ وعندنا ال 2 اكس 2 اوفر اكس باي 2 اكس هتديني ايه؟ الاكس هتروح مع الاكس، يعني الاكس دي كده هتروح مع الاكس اللي فوق، هيتبقى هنا كده 4 اهي، ماشي؟ والناحيه الثانيه ال 2 دي هتروح مع ال 2 دي، هيتبقى هنا ايه؟ 7 اكس. اللي هي 7 اكس بقى نوديها الناحيه الثانيه عشان تبقى الناحيه دي 0. طب هتبقى 2 اكس باور 2 ماينس 7 اكس ماينس 4، صح؟ هو بس بدل يعني جاب دي قبل النيجاتيف 4، عملها لك على طول بدل ما يقول لك نيجاتيف 4 ماينس 7 اكس ويرجع يعدلها بالشكل ده كده عشان يديك الميدل تيرم، لا عملها لك كده على طول، فبقت ال 2 اكس باور 2 ماينس 7 اكس ماينس ال 4 ايكوال 0. نبدا بقى نشتغل نعمل فاكتورايزيشن. النوع ده من المسائل بيبقى طويل شويه بس سهل حل مع التدريب. هنا بقى لما نيجي نعمل فاكتورايزيشن دي هنلاقي ان 2 اكس بلس 1، قعدنا نجرب بقى، فاكره لما كنا بنقعد نجرب حاجات يعني اكنها وعملها لك ايه؟ هي دي اللي ظبطت معايا. ممكن تحطي بدائل لغايه ما تظبط في الاخر، تقعدي تجربي شويه لغايه ما تظبط، بالخبره تقدري تجيبيها على طول. بس عشان دي 2 اكس ما تستهينيش بيها، مش اكس واحد، مش اكس باور 2، دي 2 اكس باور 2، فلازم تحلليها ال 2 اكس واكس. ونبدا بقى ناخد البدايل، هنقول ان هنا ال 4 ممكن تبقى 1 و 4 ممكن تبقى 2 و 2، جربي اللي هتظبط معاكي ديت وديت. يبقى في الحاله دي ان 2 اكس بلس 1 بكام؟ ب 0، يا اما يكون ال 2 اكس بلس 1 ب 0، وفي الحاله دي الاكس بكام؟ بنيجاتيف 1. ال 2 اكس بنيجاتيف 1 يبقى الاكس بكام؟ بنيجاتيف هاف. طب او ان يكون الاكس ماينس 4 بكام؟ هي اللي بزيرو، والاكس في الحاله دي هتكون بكام؟ 4، لان نيجاتيف 4 هتروح هنا.
يبقى السوليوشن ست بتاعتنا ايه؟ نيجاتيف هاف اللي هي النيجاتيف هاف والايه؟ فور والفور. مفهومه؟ هناخد عندنا مثال تاني هشرح لك ده، وده اكتب لك جنبه ار عشان ايه تحاولي شويه ايه تفهميه. ما فهمتوش هشرحه لك، انا عايزك تعتمدي. انا ممكن اشرحه لك في دقيقتين، بس انا عايزك تعتمد انك انت تفكري لوحدك وتحلي، عشان هو دي الاسئله اللي تجيلك. ثواني، لا مش دلوقتي، انا بعدين. ده ار، يعني تكتبي عليه ار كده بس. اللي هو المثال ده اكتبي لي عليه ار، ريفيشن يعني. ايوه تقري. ما فهمتوش قولي لي، انا ابعته لك برده فيديو. هنا ال 3x باور 3 ايكوال 12x. حلو ماشي. محتاجين ايه؟ نعمل ايه قبل ما تبصي للحل؟ نعمل ايه هنا؟ هندخل ال 12x ونحط بدلها الزيرو. ال 12x لما تحطها تبقى ايه؟ يبقى السنس دي كده، يبقى ايه في الحاله دي زين ايه؟ ال 3x اللي انت قلتيها دي عملناها، دي اول خطوه. وبعد كده؟ هنعمل فاكتورايزيشن. لا ما تعرفيش تعملي كده فاكتورايزيشن. انت لازم تاخدي هنا ملاحظه ان هنا 3x ممكن ناخدها مشتركه كومون، فتبقى 3x كده بره وبقت جوه ايه؟ x باور 2 ماينس 4. دي كلها ايكوال كام؟ 0. اللي جوه دي بقى اللي تعملي لها فاكتورايزيشن دي، لان دي سكوير ودي سكوير، يبقى مره بالبوزيتيف ومره ايه؟ بالنيجاتيف. طيب يبقى في الحاله دي ان هيكون احنا خدنا ايه؟ حاجه اسمها الهايست كومون فاكتور. في الحالة دي هتلاقي اما ايزر اما ان ال 3x دي اللي هي دي كده ال 3x دي هتكون بزيرو، او ال x باور 2 ماينس 4 بزيرو، صح؟ حلو. يبقى ال x اول مرة بزيرو، هنا ال x باور 2 ماينس 4 بزيرو، يبقى نعمل لها فاكتورايزيشن. يبقى اما ال x هنا يطلع لك ثلاث نتائج. خلي بالك انت المفروض ما تلاقيش حاجه وحليتي فاكتورايزيشن مره خلاص انتهت، تشوفي في حاجه ثانيه تقدري تعملي لها فاكتورايزيشن ولا لا، لغايه اما تتاكدي انك عملتي فاكتورايزيشن بالكامل. طب ما دي لازم نعمل لها فاكتورايزيشن، صح؟ تبقى الاكس ماينس 2 وعندك تبقى اكس بلس 2 كلهم بزيرو. دي ديفرنس بتوين تو سكوير، صح؟ التو سكوير اللي هم الاكس باور 2 وال4 مش كانها 2 باور 2، يبقى دي ايه اسمها ديفرنس بتوين تو سكويرز. طيب في الحاله دي بقى هتكون الاكس ماينس 2 بزيرو، وفي الحاله دي الاكس ب2، او الاكس بلس 2 بزيرو، وفي الحاله دي الاكس هتكون بايه؟ بماينس 2. يبقى السوليوشن ست كام معانا؟ اول حاجه يلا قول، اول حاجه هناخدها ايه؟ احنا عندنا هتبقى بزيرو. الحالة التانية تبقى بإيه؟ ب2. الحالة التالتة بكام؟ نيجاتيف 2. يبقى في الحالة دي نقول السوليوشن ست از 0 و2 ونيجاتيف 2. صح ولا غلط؟ فهمناها؟ ده الموضوع باختصار شديد جدا، وكده خلصنا الجزئية دي. ده يعتبر خلصنا كده ليسون نمبر 8. تمام؟ دلوقتي نتوقف وناخد مع بعض هوم ورك على الجزء ده قبل ما نخش في الدرس الجديد.